الرحمن الرحيم. بالنسبة للسؤال اللي سألت حول مركز التشيع، لا علم لنا بشيء من هذا القبيل، يعني مركز اللي حاصل والله اللي نعرف عنه شيء هو أن هناك شخص، مجرد شخص، ليس لديه مركز وليس لديه جماعة، وإنما هو شخص يعني إمام مسجد ولديه أفكار زائغة طبعا وغريبة على ثوابت ومرجعيات المجتمع اللي هو مجتمع سني مالكي. وكما تعلم أن الدولة كما أنها مطالبة بالأمن الوطني، مطالبة أيضا بالأمن الفكري والأمن النفسي. ولذلك أي إنسان زائغ يريد أن ينشر زيغه وتطرفه الفكري في المجتمع ويستغل منبر لذلك، فطبعا الجهة المعنية توقفه عند حده و تزيل هذا الخطر الفكري والعقدي كما تعلمون. ولذلك انطلاقا من هذا هو جرى عزل الإمام عن المسجد وترك الجماعة، لم تكن له جماعة، ترك الجماعة اللي عندها أفكارها السليمة وعندها معتقداتها وثوابتها. وهذا المعني طبعا يعني لا نعتبر أنه يمثل جهة معينة، هذا أمر داخلي موريتاني، المعني موريتاني والمسجد مسجد موريتاني في موريتانيا، والجماعة اللي كان يصلي فيها أو يصلي بها هي موريتانيين، وطبعا هذا أيضا داخل البيت الموريتاني، ولذلك لا يؤثر على أي علاقات مع جهة أخرى، ولا ينبي أيضا عن توتر في العلاقات مع أي جهة، ولا علاقة له أصلا بجهة أخرى خارجية. يعني التصرف الموريتاني لا يتأبط أو لا ينطلق من علاقات شخص بجهة خارجية، وإنما ينطلق من أنه موريتاني يمارس عمل يؤثر في الثوابت والمرجعية ويعتبر نوع من الزيغ والتطرف الفكري أو الانحراف الفكري. ولذلك من واجب الجهة المعنية أنها توقف هذا التصرف الزائغ والمخالف لثوابت ومرجعيات المجتمع. بالنسبة لما يتعلق ب حزب الصواب، طبعا حزب الصواب هو حزب سياسي مرخص له وله أن يعقد أي نشاط كسائر الأحزاب. إذا أراد أن يتوسع فيدخل فيه مجموعة أخرى أو أشخاص آخرين فهذا من حقه كحزب، لأن يعني الأحزاب من أهدافها هو يجلب المناضلين والمناصرين، لكن ليس هناك أي جهة أخرى لا لها لا شعارات ولا لافتات لجهة أخرى غير مرخصة. يعني ليس هناك ترخيص لإيراء ولا لغير إيراء من الجهات غير المرخصة، وإنما هذا النشاط نشاط صرف لحزب الصواب. إذا أرادوا أشخاص آخرين أن يدخلوا في حزب الصواب في بيته وفي خيمته وتحت يافطته من دون أن يأتوا بالشعارات أو لافتات تنبي عنهم هم كشيء غير مرخص لها، فأي مواطن موريتاني يمكن أن يدخل في حزب، لكن الحزب طبعا مسؤول عن أي انحرافات أو أي مخالفات يرتكبها الحزب كحزب، وكل شخص هو أيضا مسؤول عن المخالفات اللي يرتكبها هو كشخص. أما أن يكون شخص يريد أن ينضم لحزب أو أشخاص وليس حزب في حزب، لأن يعني ليس هناك حزب معترف فيه وليس هناك جماعة معترف بها حتى يقال أنها دخلت في جماعة، وإنما هناك أفراد انضموا لحزب ومن حقهم ذلك. ولذلك لما
علمت وزارة الداخلية في البداية أن هناك جهة تعبي باسمها وبلافتاتها وبشعارها، استوقفت الحزب حتى تعهد لها والتزم وأخذ التزام وعهود بأن النشاط نشاط له هو صرف، وأن ليست هناك لافتات ولا شعارات لجهة أخرى، لأن الجهة واحدة وهي حزب الصواب. هذا هو ما حول هذا الموضوع. لا علم لي باختطاف حتى الآن رجل أعمال موريتاني، حتى الآن لا علم لي بهذا الموضوع. بالنسبة للغاز، على كل حال أنتم كان عندكم المرة الماضية وزير النفط، والموضوع كان مثار وكان بإمكانكم أن تطرحون عليه هذا السؤال. لكن الذي أؤكد لكم وأنتم تعرفوه أن الزيارة الأخيرة اللي قام بها الرئيس السنغالي، أنه وقع حصل فيها اتفاق، وقع فيه تقاسم إنتاج حقل السلحفات أو حميم كما يقول له البعض بالمناصفة بين موريتانيا والسنغال، 50% لهذا و 50% لهذا، 50 لهذا و 50 لهذا. هذا قطعا من المتفق عليه، وهو واضح واتفاقية حضرها الرئيسان ووقعت. هذا هو اللي نعرف، أما الأشياء الثانية لا علم لي بها. وعلى كل حال كيف قلت لكم، إذا كانت هناك تفاصيل جزئية نحن ما نعرفها، قد وزير النفط يقول ذلك، لكن بعد اللي نعرفه نحن انقطعا عن العقد اللي موقع بالزيارة الأخيرة اللي أعلى مستوى للرئيس السنغالي، أنه الإنتاج بالمناصفة، وهي المؤكدة والرسمية واللي سيصعبها العمل. ما تحدث عنه موضوع العاملات بالنسبة للتصرفات الشخصية، يكون واحد يمشي ويقيس وكالة ويعدل معاها عقد انه يشتغل شرب ليدة، والله حد يمشي ويقيس بليدة يشتغل فيها. الموريتانيين متفرقين في العالم، يشتغلوا ويتيفوا ويمشوا في السعودية وفي كل بلد بلا وراء قصر رسمية يشوفها مؤتمرين ويتخلفوا. هذه مخالفات شخصية الدولة ليس مسؤولة عنها. الدولة اللي مسؤولة عنه هو أنها تضع إطار قانوني يحمي العمالة الموريتانية ويجعل لهذا العامل مهما كان رجل أو امرأة الحق بأن ينال حقوقه كاملة وبأن لا يظلم. ولذلك لكن كونها هي واحد يمشي تعود ما هي عالمة به ويشي ما معلوم به، تعرفون هذا ينافي. احنا عندنا حرية التنقل، لكن الدولة ما مشات عمال ولا عاملات. ثم تعرفوا عن الحريات اللي عندنا هون هي حرية التنقل، حرية العمل، حرية الخدمة. لكن الاتفاق اللي حصل بين موريتانيا والسعودية هو يحفظ حقوق العاملين والعاملات الموريتانيات في السعودية، ويحفظ أيضا حقوق السعوديين أو المشغلين لدى العاملين، وهو واضح الاتفاقية بإمكانك تطلع عليها. إيه نعم. أما قضية إنه 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 هناك شخص يخالف هذا، إذا خالفه السعوديين طبعا العاملة لها الحق في أنها ترفع قضية في المحاكم الموريتانية والسعودية، والدولة والجهات المعنية ستكون مع المظلوم، المواطن المظلوم. لكن هذا ما أعتقد أنه بهذه الصورة. إذن هذا ترفع هي قضية. المهم في هذا أن الاتفاقية هي أبرمت لمصلحة العمال والعاملات الموريتانيين، ولتفادي بعض الأخطاء اللي حصلت في الماضي قبل أن تكون هذه الاتفاقية موجودة، وقد وجدت لحماية العمال والعاملات الموريتانيات. وهذا هو اللي تملك الدولة، هو أن تضع إطار قانوني وأن تكون الاتفاقية اللي بينها مع الدول الأخرى تحمي حقوق الموريتانيين كاملة. أما أن الموريتاني يتناسل عن بعض حقوقه بطريقته هو الشخصية ويتعامل مع وكالة، هذا طبعا الموريتانيين يقيسوا أي بلد ويقيسوا أي دولة ويمشوا قاع ما علموا الدولة، ولذلك هم مسؤولين عن تصرفاتهم كأشخاص. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.